صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده هاخدكم لجوله في الجامعه الالمانيه، جامعتي جامعه ظريفه لطيفه الجيوسي. قبل ما نروح في حته عايز اقول لكم انها في جامعه فنون تطبيقيه، فاي حاجه هلاقيها في الجامعه بتاعتي مش في اي جامعه تاني هقول عليها. يلا بينا. النهارده للاسف مش هاخد تمبوكه، هستبدلها بعربيه تانية للاسف. متزعليش مني. الجامعة دي متاهة، بالذات البيلدينج ده، أنا بقالي 3 سنين في الجامعة ولسه بتروح. زي ما انتوا شايفين المبنى كله شبه بعضه، فمهما رحت هتلاقي نفسك في نفس المكان اللي انت بدأت فيه. جاي متأخر 5 دقايق وأنا أعتبر أول واحد. لا بهزر بهزر. حاجة اتعلمتها في الجامعة دي ان الساعة 8، يعني الساعة 8 تيجي 8 ودقيقة كأنك جيت ساعة متأخر. انا جاي بس الروم دي عشان ايه؟ عايز اوريكم الكلاس زي انا بتكون عاملة ازاي. ده بيلدينج لسه بيتبني طبعا، جامعة من بره شكلها مستشفى، بس من جوه بقى ايه نظافة المستشفى. عندنا نافورتين وبلكونتين في الجامعة. أول نافورة مش شغالة، أول بلكونة، ودي تاني نافورة، يعتبر في 3، ودي تالت نافورة، ودي البلكونة. كل ده عندنا في مبنى الدي، يعني الدي يعتبر النادي بتاع الجامعة، كله بيجي يقعد هنا. تعالوا بقى نروح للأوضة اللي كله بيموت ويدخلها. وصلنا لأهم أوضة بالنسبة لي في الجامعة دي كلها، الماكلاب. كان في حاجة عايز أعملها من فترة بس كنت سايبها لغاية الفلوج دي. تعالوا نعد مع بعض، 100، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، مليون. مليون مليون ومية، مليون واتنين. وصل لكم الفكرة. عايز بس اقول لكم ملحوظة ان مش كل المباني عندهم ماك لابز، المباني التانية عندها لينوفو كمبيوترز عادي، احنا بس البروجرامز اللي بنستخدمها محتاج كمبيوترز اصلا. عندنا في الجامعة لو التجمع حر يبقى هنا جهنم، الجو طول الوقت هنا بيكون حر اكتر من بره، معرفش ليه، في حاجه في الجامعه دي بتبوظ الموضوع، ولو ساقعه بره هنا هتكون تلج. فاليوم خلص، بس الفلوج لسه ما خلصتش، هروح العربيه واكلمكم في موضوع الركنه. تمام. قصه الركنه هنا في الجامعه، تصحى بدري تلاقي مكان تركن فيه، هو بس اول اسبوعين مش بيكون في ناس كتير في الجامعة، فبتلاقي ركنة على الساعة 12 وحدك، وبس مع اول اسبوعين في الجامعة بتلاقي ركنة، وبعدين الموضوع بيتزحم. فانت الركنة عاملة زي اللكتشر كده، لازم تصحى لها بدري. حاجة تانية، انت لو جيوسي نصيل هتلاقي اكلك مكون من سندوتشات عم سعد لهوت شوكليت الكانتين بس كده. نروح بقى نتكلم في الحاجات المهمة، التعليم. ليه مش بنلاقي شغل؟ يلا بينا. ليه مش كل حد بيلاقي شغل دلوقتي في مصر؟ ده ملهوش دعوة بالجامعة اللي انت متخرج منها، لو انت في الجي يو سي، الاي يو سي، او جامعة القاهرة. الايام دي اي حد ممكن يدخل جامعة ويتخرج منها زي بقية الناس، عكس اللي كان بيحصل زمان. ملايين بيتخرجوا يبقوا مهندسين ودكاترة محاسبين في السنة، لدرجة ان الخريج مبقاش ليه قيمة زي الاول. فانت لو عايز تتخرج وتلاقي شغل، اعمل حسابك ان انت هتتخرج وفي ملايين غيرك عملوا اللي انت عملته، فخلي نفسك مختلف عن التانيين عشان تلاقي شغل. يا رب الفلوج تكون عجبتكم، متنسوش تعملوا سبسكرايب عشان ده بيحفزني ان انا اعمل فيديوز اكتر، واعملوا لايك وشير.
اشوفكم في الفلوج الجاي. سلام.